واقع جديد يلقي بثقله على مكونات المجتمع العراقي ليجعل من تبدل الأدوار سمة بارزة تنطبع على الشارع العراقي المحفوف بالمخاطر، لتجد المرأة العراقية نفسها قابعة وسط هذا الزحام تقوم بدورها وتطلب رزقها عند تزاحم الأقدام. حرائر ضعنا في متاهات حياة تفوح منها رائحة الدم، حملنا مصائبهن ونوائب دهر مستمرة غيرت ملامحهن وصبغت بلون البؤس الباهت تلك الوجوه التي من فكت تعاني وتقاسي ويلات حصار وحروب. فكيف وصل الأمر بنساء عراقيات أن يرتكبن جريمة القتل الجماعي العشوائي بتفخيخهن أجسادهن وتفجيرها بين جموع من النسوة والأطفال والرجال مجهولي هوية الانتماء الطائفي؟ بالنسبة لملف الانتحاريات، طبعاً مع الأسف أنه المحافظة الوحيدة اللي صار بها أنه تفريخ الانتحاريات هي محافظة ديالى. العدد اللي يتفجر في عموم خلينا نقول عليه البلاد هو 28 انتحارية أو أكثر من هذا العدد، أغلبهم المصدر مالهم من محافظة ديالى. بالنسبة أن الحقيقة تم إلقاء القبض على ما يقارب من 11 إلى 14 قسم انتحاريات، وقسم المهم بها هي الحاضنات أو تجنيد الانتحاريات، وختمناها بآخر امرأة هي سميرة أحمد جاسم من أهل المقدادية اللي جندت 80 امرأة، بالإضافة إلى مداهمات مستمرة إلى الأوكار اللي توصلنا عنهم معلومات أنه بها مجند حاضنات أو مجندات للانتحاريات، واللي صارت في جنوب بوهرز سوينا مداهمات وفي بلد روز مداهمات. تعتبر محافظة ديالى خاصة المفرخة الأساسية لهذه الظاهرة لطبيعة بيئتها الاجتماعية والسياسية. العمليات كانت من النساء تنجح في ديالى، يعني لغاية الوقت اللي قصدته أكثر من 15 عملية كان قد نفذت أصلا في ديالى. ذهبنا إلى ديالى وبدت الأنشطة التحقيقية تتوجه إلى ديالى. مسكنا أول انتحارية اللي هي رانيا العنبقي. رانيا عمرها 15 سنة. بعد تحقيق موسع مع رانيا تبين أنه هي يعني أيضا مستخفلة بهذا الجانب. كانت من قرية فقيرة، وهذه القرية بائسة جدا، طريقة عيشها وحياتها أيضا صعبة، بها ظروف صعبة جدا، يعني صعبة ومعقدة إلى درجة قادوها إلى منطقة مبنية وفيها بناء، فيها نوع من أنواع الحياة الأفضل من منطقتها، وتم استدراجها واستخفالها وهي دون أن تعلم أن هذا عمل انتحاري سيتم، بعد أن وفر لها بعض وسائل المغريات البسيطة جدا لا ترتقي إلى أن يكون الإنسان بمستوى يقدم نفسه ضحية من أجلها، كالموبايل، الملابس الجديدة، وبعض أنواع الأكل الجاهز. بسذاجتها قبلت هذا الشيء. هذا كان نوع من أنواع الرفض المطلق لفكر القاعدة. يعني ليس هناك قبول، ليس هناك تبني، ليس بالمطلق. طبعا أكو نسبة قليلة لا زالت تتبنى فكر القاعدة، ولكن النسبة الكبرى من هؤلاء الأطفال والنساء اللي هم أيضا أطفال عمر 15 سنة، حتى القانون العراقي لا يطالهم، يعني بحدود معينة القانون يتساهل مع الأطفال. بالنتيجة هم تبنوا أيضا فكرة أخرى اللي هي فتيان الجنة. ضرب هذا المشروع في مهدة وتم تدميره نهائيا بعد أن وصلنا إلى الحاضنة ولم ينجح. أعمار الفتيان بحدود 7 سنوات إلى 12 سنة، يعني طفل ربما، يعني أكثر الأشياء اللي تخلي هذا الطفل سعيد هي النستلة والحلوى والملاعيب المشبهة بشيء يعني يرغبها الطفل، ولكنهم جعلهم يحملون السلاح والرمانات اليدوية والممارسة لأعمال الخطف وكذا. أفلام حصلنا عليها وثائق وضربنا الأماكن هذه وتمكننا من تفكيكها، ولم يعودوا إلى هذا المشروع مجددا بسبب وصول القوات الأمنية إلى هذه الأماكن في مناطق جنوب ديالى.